صباح الخير مشاهدينا بنهار جديد باسبوع صوم مبارك ان شاء الله على الجميع نكون بالفعل عم نبلش هالاسبوع بالفرح بلا ما ننقي كثير وبلا ما نحكي كثير انه عم نصوم ونصوم بالفعل على الاعمال نصوم مش على على الاكل وعلى الاشياء اللي كل الوقت بنحكي فيها واكلت هيدي وما اكلت هيدي مش هيدا المطلوب المطلوب هو القلب المطلوب هي الاعمال مطلوب انه نحمل بعض نحب بعض ونقدر كل يوم نقدم سكريفيس صغير لربنا بجاست صغير بنعمله تجاه حيال لحدا آه هو وهو ربنا بيعرف اذا اذا هيدا الشيء بيكون مقبول لانه هو اكيد بيقبلنا وبيقبلنا مثل ما نحن صباح الخير روي صباح النور سلام صباح الخير لكل المشاهدين واكيد صوم مبارك وهالزمن اللي هو آه زمن كانوا يسموه الاباء القديسين هو الربيع ربيع النفس هو هالتحضير هو هيك هالاستعداد للسر الفصحي واكيد رح نكون بتاملات حول الصوم يعني طيله هالفتره مثل ما بدينا واكيد من رساله البابا فرانسيس ومن الاناجيل وكل الفقرات الروحيه اللي رح تكون على مدى كل هالاسابيع الى حين أكيد. الفصح الى حين الاحتفال بهالسر الفصحي وبفرح القيامة وأكيد هيك من من قبل ما نفوت بروحانية الصوم ورسالة البابا فرانسيس عندنا وقفة طقسية اليوم أكيد بدنا نشوف أحوال الطقس لنشوف كيف هيدا بيأثر يأثر علينا بمسار نهارنا أحوال الطقس مشاهدينا طقس اليوم مشاهدينا رح يكون على الشكل التالي رح يكون الطقس غائم مع انخفاض طفيف بالحراره وهطول امطار خفيفه متفرقه بيستقر الطقس تدريجيا بدءا من بعض الظهر بتنحسر الامطار عشيه وبيتحول الطقس لغائم جزئيا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات، اكيد درجه الحراره على الساحل رح تتروح من 10 ل 19 درجه، فوق جبال من 5 ل 11 درجه وبالداخل من 5 لل 14 درجه اكيد مع هالصور هيك اللي فعلا بتمجد الله على جمال طبيعتنا وعلى منظر هالتلج واكيد هيك موسم السكي بعده آه بعده باوله يعني فكل اللي بدهم يستفيدوا من الويك اندات او من هيك الطقس الحلو هلا فين فين يرقدوا على السكي واكيد أكيد. من حاله الطقس الى نصيحه اليوم والتيبس مع شرب ابو حنا خلينا نشوف سوا هاي اربع نصايح سريعه لتخفيف الازمه الماليه الشخصيه اللي منعانيها الشغله الاولى هي بدنا نوقف نستعمل شيء بنسميه كريدت كاردز او بطاقات ائتمان، والسبب منه انه هول المصاري اللي نحن عم نصرفها على بطاقات الائتمان، هول مش لنا، هول نحن عم نتدينهم مع فايده معينه من مؤسسه معينه وعم نصرف عليها، هذا بيجبرنا بمطرح معين نقتطع مصاري من الدخل اللي نحن عم نفوته تنقدر نسكر هول الديون. الشغله الثانيه اللي بدي اطلبها منكم هي انه على طول سجلوا حتى حيلا صرف انتم عم تعملوه، ان كان بحياتكم الشخصيه ولا على البيت ولا لاصغر تفاصيل نحن بدنا اياها بهيدي الطريقه بتصيروا تعرفوا انتم على شو عم تصرفوا وين الاماكن اللي عم تصرفوا عليها اكثر شيء وين الاماكن مش لازم تكونوا عم تصرفوا عليها تقدروا تقللوا من الصرف اللي انتم عم تعملوه الشغله الثالثه بدنا نخفف اليوم كمان وننتبه على طريقه نحن كيف بنصرف وهذا الشيء فينا نعمله من خلال انه نقسم المشتريات اللي بنعملها لقصص اساسيه وغير اساسيه هذا بالتحديد بيساعدنا نعرف على شو عم نصرف على القصص اللي عن جد عايزينها ولازم ندخلها على حياتنا او على البيت وعلى القصص اللي مش عايزينها اللي اذا ما اشتريناها اليوم ما بتزيد وما بتنقص من الحياه اللي نحن عايشينها هلا اما الشغله الرابعه واللي هي كثير مهمه انه ناخذ اجراء فعال على دخل على خلق دخل او فرص اضافيه لدخل بحياتنا وهذا الشيء لا يسمح من خلال القروض يعني ما بحق لنا نحن نروح عند عائله قريبيننا او حتى مؤسسات برا نقدر نطلب منها قروض نقدر نقطع هذه الفتره لانه كمان نرجع على الحاله الاولى يلي يعني هي انه نضطر نجتزي نجتزي قسم من المصاري اللي نحن عم نطلعها تنسكر الديون اللي علينا هولي هن أربع نصائح سريعة فيكم تستعملون تتخففوا عبء المالي والاقتصادي على حياتكم الخاصة، اسمي شربل ورح تكون كوش تبعكم وبشوفكم بحلقة الجاي. نشكر شربل دائماً على النصائح القيمة اللي بيعطينا إياهم وبالفعل من الحياة اللي بنعيشها كل يوم يعني كيفك <applause> انت والكريدت كارد بتعرفي سلام هيك كمان مع زمن الصوم هلا بالبدايه بقى هيك شويه تقشف كمان يعني اضافه للازمه الماليه كمان بس حلو كمان هيك نرجع نتذكر يعني آه كيف وين عم نصرف وكيف عم نصرف يمكن وبجزء بسيط نكون فعلا مثل ما الصوم بيقوم على الصدقه فنكون هيك عم نحتفظ بجزء بسيط لانه يمكن هالسنه في اكثر حاجه وفي اكثر عيال ناطره يمكن لفتة رحمه عمل رحمه صغير جدا ولكن نكون عم نفكر بغيرنا فانطلاقا من هالنصائح اللي يمكن نكون عم نخفف فيها من هالازمه الماليه بس بالمقابل ما ننسى الرحمه تجاه خينا الانسان. دائما راي بهيك اعياد وبهيك زمن نمرق فيه نحن بالكنيسه و تنرجع نتذكر هالاشياء تنرجع نتذكر انه الاشياء البسيطه هي بتاثر بالاشخاص اللي نحن بكونوا حولنا وهيدي الاشياء البسيطه عند ربنا بتكون اشياء كثير كبيره خصوصا اذا كانت طالعه من القلب نعملت بلا ما واحد يعمل لها حساب وبلا نوايا كرمال هيك سلام يعني انطلاقا من من رحله ريسك. الصوم اه. اللي رح نبلشها اللي دجا بلشناها واكيد الطوائف ايضا الشرقية اللي كمان ببلشوا رحة الصوم الاسبوع القادم اصدر البابا فرانسيس الرسالة لمناسبة الصوم بال 2020 وتحت عنوان فنسألكم باسم المسيح ان تدعوا الله يصالحكم يمكن هيدي المصالحة اللي نحن اكتر شي بحاجة لا لا وانا بدي اتوقف هيك عن بعض يمكن الايات اللي فعلا مؤثرة جدا بهالرسالة واللي بترجع بتخلينا هيك نشرج بهيدي الرحلة اللي منطلقين فيها بيرجع بيذكرنا البابا فرانسيس بالقلب المتجدد بالسر العظيم وهيدا السر هو سر حياتنا المسيحية اللي بيقول عنه الفرح المسيحي ينبع من سماع وقبول بشرة الكرازة والكرازة بهيدا السر الفصح بأن يسوع قد مات وقام من الموت وهيدي هي الكاريجما وهيدي هي البشرة السارة اليوم لكل المسكونة أن يسوع المسيح هو حي وبيكفي هيك البابا فرانسيس وبيقول عن سر الحب الحقيقي هيدا الحب اللي هو سر أصيل حب حقيقي أصيل وملموس وبيقدم لألنا علاقة كاملة بحوار صادق ومثمر لأنه سلام بالآخر إذا الصوم ما كان فيه هيدا الحوار يعني ما كان فيه هيدا الصل... هيدي الصلاة وبالتالي بيفقد كتير من جوهره لأنه الصوم والصلاة هن دايما بيترابطوا مع بعضهم وهيك بهيدا الصوم بيخلي نفتح مجال تحت الله يحكينا ونحن نقدر كمان من بعد ما نسمع او قبل ما نسمع كمان يمكن نقدر كمان نحكي وهيك بيرجع بيذكر باللي قاله البابا فرانسيس برسالته باللي قاله بالارشاد الرسولي للشبيبه لشبيبه العالم المسيح يحيى بيقول فيها انظر الى ذراعي المسيح المصلوب واقبل منه الخلاص دائما وابدا يعني هيدا سر الرحمه بفتحه هالايدين على الصليب اللي ما رح يشبع يسوع من أنه يرحم أنه يحب أكتر وبيكفي بيقول أن فصحى المسيح ليس حدثا من الماضي إنما هو بقوة الروح القدس آني على الدوام ويسمح لنا أن نرى وأن نلمس بإيمان جسد المسيح في الكثير من المتألمين لأنه دايما هاي الأحداث بحياتنا آه تقطع يمكن هيك مجرد تاريخ وبيقطع مجرد آه شيء صار بس من زمان بوقتنا الحالي ما بقى له معنى فعم بذكرنا أحيح. انه هيدا الحدث ما انه حدث تاريخي اكيد صار بالتاريخ واكيد هو الثابت واكيد هيدا الايمان وهيدي الكتب المقدسه اللي شهدت كلها على قيامه يسوع المسيح وهيدا اساس ايماننا بس ما بده يضل حدث ميت بتاريخ معين بزمن معين مر عليه الزمن هيدا الحدث هو حدث آني يعني حتى مش من سنة لسنة هو حدث بكل لحظة بحياتي وبحياتك وبحياتنا كلها هو حدث عم يرجع يتجدد هو حدث هيدا السر الفصحي أن نموت وأن نقوم مع يسوع وهيك بيوصينا بي بي بهالسر الفصحي بأننا نلنا رحمة الله وهيدي الرحمه هي خبره وجه لوجه شخص لشخص كلمه لكلمه وبيختم تيقول انه الله عم بيرجع يمنحنا وقت جديد فرصه جديده تنرجع لعنده وهيك مع هالرساله وهيك بنتمنى كمان من كل المشاهدين انه يكونوا عم بيقروها واكيد متوفره على الفاتيكان نيوز على كل مواقع التواصل الاجتماعي نكون عم نتامل فيها بهيدي الرحله تنرجع الى قلب هذه الكلمه تنرجع ومثل ما بناشدنا باول الرساله البابا فرانسيس بيقول بقدر ما نسمح لكلمه الله بان تؤثر فينا سننجح في اختبار رحمته المجانيه لا قد ايه هالكلمه عم ترجع تذكرني بهيدي الرحمه يعني لو ما لو ما ربنا هو بي وام وخي وكل شيء وبحبنا فوق الحدود ايانا نحب مثل ما هو بحب يعني عللنا كثير البار والانسان اذا حب بيصير بيرحم وبيصير بيكون منيح وبيصير بيقبل الاخر مثل ما هو وما بقعد في شيء بياثر مش هيك بدنا نطلب اول شيء من خلال هالصوم انه نقدر نحب نقدر نحب ولو نقطه صغيره من محبه الله لنا وهيدي النقطه الصغيره اذا حبينا مثلها يعني بتعمل فينا كثير كيف حال اذا قدرنا نوصل انه نحب مثل محبه الله ومش إن هيك مشاهدينا نحن دائما عم نترافق معكم بهالوقفه الروحيه تنتذكر نحن قبلكم كمان انه كل هالاشياء اللي بنحكي فيها وهالتاملات نقدر شوي نشتغل على حالنا بخلال الأسبوع بخلال النهار وهلأ بخلال هالصوم إنه نقدر نقدر نتوصل نتقدم روحيا نتوصل إنه نكون على قد ما ما ربنا هو عطانا وزنات نقدر بالفعل نستعملهم ويكونوا عم بيكونوا مفيدين لنا ولغيرنا وبتعرفي سلام لما نعجز ونقول ما بقى فينا بتجي الكلمه ترجع تذكرنا بهيدا الحب ترجع تذكرنا بهيدي الرحمة خلينا نتوقف سوا مع الكلمة ونرجع تنشوف اليوم كمان هالكلمة شو عم تحكي حياتنا باليوم الثالث كان في بقان الجليل عرس وكانت ام يسوع هنيك فندعى يسوع وتلاميذه على العرس وخلص الخمر قالت له امه ما بقى عندن خمر جاوبا شو وإلك يا مرا ما قشت ساعتي بعد قالت أمه للخدم أعملوا اللي بيأمركن ياه وكان هونيك في ست جران من حجر بيتطهروا اليهود بمياتها على عيدتهم بيسع كل واحد منا مقدار مكيالين أو ثلاثة قال يسوع للخدم ملوا الجران مي ملوا حتى فاضت قال لون. اسقوا الناس هلأ واعطوه رئيس الولي فنبلوه ولما داق المي اللي صار خمر وكان ما بيعرف من وين اجت الخمر لكن الخدم اللي استقوا منه كانوا بيعرفوا دعا العريس وقال له كل الناس بيقدموا الخمر الجيدة أول شي حتى إذا سكروا الضيوف قدموا الخمر الرديئة أما أنت فأخرت الخمر الجيدة لهلأ هيدي أول الآيات اللي صنعها يسوع بقان الجليل وأظهر مجده وآمنوا في تلاميذه يعني ايه ربنا أظهر مجده وآمنه في تلاميذه بكل باركور حياته يعني ايش كنا بحاجة أنه إنه دايماً مثل مرتومة نلمس كل مرة كان بده يظهر ويعمل آيات حتى هالإنسان يتعلم هالإنسان يقدر يشوف شو بي شو هالإله أنه قديش هو موجود معنا قديش نحنا بحاجة دايماً لهالهزة بحاجة دايماً أنه يقلنا أنا هون ونحنا كبشر والانسان ما تغير من 2000 سنه لليوم هيدي هي تكوينه هيدا هو اساسه قديش هو بحاجه انه يضل يتذكر قدره الله وعجائب الله من هون وجد الانجيل بين ايدينا حتى يذكرنا دائما بهالايات وعرس كان هو هيك مدخل للصوم مدخل للعرس اللي بدنا نروح نحنا وياه عليه ونقدر نوصل انه نفوت مثل الحكيمات مع المصابيح المضويه ونقدر نفوت على العرس عرس كانت العذراء موجوده والعذراء كانت مع انه ما كان دوره بس قالت كلمتها وهو ما كسر لياها يعني هالارتباط هل هل وهالعلاقه هالعلاقة اللي بين العذراء وابنها اللي هي دائما بتتشفع اللي هي دائما موجوده تطلب تطلب منه لنا نحن وهو ما بي ما بيقول لا بتعرفي سلام يمكن هيدا السؤال الاول اللي طرحتيه لي انه ليش حاجه الانسان دائما انه يرجع يتذكر انه في اله تجسد انه في اله نزل على هالارض انه في اله صار انسان وهيدا هو السر الفصحي، هيدا هو لما انا برجع ما ب... ما, ب... ما بعيش الفصح كحدث تاريخي ولكن هو فعل هلا عم بيصير بحياتي، نحنا كل ما يتعمد ولد بالكنيسه هو عم بيموت وعم يرجع يحيا، آه هيدا الفعل التحول وهيدا عرس قانا هو فعل تحول بحياه كل واحد منا لانه بالاخر اذا ما كان في هيدا اللقاء الشخصي بيسوع ما رح يصير في تحول لا الماي رح تتحول الخمر ولا الحزن رح يتحول الى فرح ولا الالم رح يتحول الى مجد ولا هالفراغ رح يتحول الى ملء فانا بشبه عرس قانا الى فعل تحول الى فعل انه بداية صوم ورايحين على عرس انه بنتساءل انه كيف هيدا ولكن هيدا العرس اللي بيبدا باسبوع الصوم وبينتهي الى عرس الصليب هيدا اللي بيبدا بالنبيد الطيب اللي بيكون منيح ولكن بيخلص بنبيد اطيب واطيب ونبيد كان ريزيرفي للاخر صح يعني اللي هو دم مت... يسوع المسيح اللي اهرق على الصليب فكمل هيك اليوم شو حلو ببدايه هالزمن المقدس انه نرجع نتذكر انه نحن مدعوين الدعوه بالحياه المسيحيه هي دعوه الى الفرح هي دعوه الى المجد ولكن رغم كل الحزن رغم كل الامراض رغم كل التحديات والمشاكل والازمات رجاؤنا في يسوع المسيح واذا كان يسوع هو الفرح واينما كان واينما حل كان الفرح موجود وكان فعل هيدا التحول لأنه فعلا يمكن الوقت ليس هذا الوقت حتى يظهر في مجده ولكن أظهر هذا المجد بس مش مهم أي وقت المهم أنا عم بقدر أشوف هيدا المجد مجد الله ولا مغمض عيني وما بدي أشوف حتى قلبي يمكن مسكر بعضه ومتحجر وما بده يشوف مجد الله وأحد أباي القديسين بيقول مجد الله هو الإنسان الحي لأنه الإنسان اللي بيعرف يشكر واللي بيعرف أنه هو من فيض حب الله أعطيت له الحياة هو بيكون عم بيشهد على هالمجد العظيم على مجد صحيح. الله صحيح. فأكيد برحلة هالصوم ومع كل هالكلمة, هالكلمة اللي بترجع بتعطينا دفع جديد بترجع بتعطينا رجع جديد تنطلق ونكفي سوا بهالمسيرة مع الإله الحي اكيد وعلى على دائما امل هاللقاءات وهالتاملات اللي بنعملها ولنترفق نحنا وياكم بهال40 يوم مشاهدينا دائما على الموعد ودائما مع فقرات هيك روحيه ثقافيه اجتماعيه تنقدر نحنا وياكم نوصل لايامه ولمجد كلنا ناطرينه تجدد دائم مع ربنا واكيد معنا خليكم معنا من بعد البريك راجعين